أكيد في سبوت ميكس باش نحكيو على آخر تطورات في كرة القدم التونسية، نحكيو على موضوع المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي، هو المرشح الأول باش ياخذ منصب المدير الفني، باش نحكيو في المواضيع هذو مع أيمن الزلفاني، مروان تاج، أيضا رضا بوراوي، والسيد علي الكعبي اللي كانت عنده تجارب سابقة في الجامعة التونسية ويعرف برشا الدواليب والكواليس بتاع الجامعة. هل هو أنسب سيريزا أو سي علي سيريزا جدي باش يكون هو المدير الفني للجامعة؟ والله مش راجع لي انا باش نقول انسب ولا مش انسب، انا باش نعطي رايي بصراحه تامه بكل موضوعيه. اول حاجه بالنسبه للبوست هذايا لابد باش يكون ثم كما نقولوها قماميس فيه قاموس، يعني شو نقول درجات، يكون اول حاجه اكاديمي، يكون عنده خبرة في البوست هذاك، تعدى على برشا نوادي، رانا زاد برشا، فهمت ولا يعني في اللغات والتكنولوجيا، يكون متمكن بالكدا خصوصا من اللغة الإنجليزية، خاطر لساعات تصير عبر التواصل الانترنت ولا الوحدة تصير اجتماعات مع الفيفا مع الكاف، اللغة الإنجليزية مهمة، والتقنية التكنولوجيا يكون متمكن. بالنسبة لسي رضا بصراحة ما مريتوش خدم برشا كمدير فني، لكن في تحاليله تبعته في التلفزة ولا في الإذاعات تحاليله ممتازة، يعرف يقيم، يعرف يتكلم، يوصل المعلومة بالكدا، لكن كتجربة كمدير فني على الميدان ما كانش موجود بكافية اللازمة. هذا ترجع الكوميسيون اللي عملها سي حسن ملوش، اللي هو يقول انا خاتيني، لكن هو المباشر وهو اللي يعطي في التعليمات وهو اللي يعطي في كل شيء. لازم سي حسن ملوش يتحمل مسؤوليته، ما يقولش انا خاتيني، لا، انت اللي قاعد تباشر سي حسن ملوش، وانت اللي قاعد تخدم، وانت اللي قاعد تتعين في المدربين، وانت اللي تاخذ في القرارات، اما تحمل مسؤوليتك كامله وتكون عندك الشجاعه كيفاش بتعطي سي رضا المسؤوليه، يعني تحمل مسؤوليتك كاملة. هذا ايش نعرف انا المسؤول، اليد المرتعشة لا تصنع التاريخ، ليصنع التاريخ ليكون متمكن من البلاصة نتاعو وياخذ القرارات اللازمة، خاطر القرارات نتاع مدير فني توا راهو مهمهم جدا. سي اسلام برشا كانوا مرشحين، سي منذر الكبير، محمد علي الحمامي، سي اسمه الاخر زاد نتاع الصفاقس اسمه وسيم معلا، كيف سي وسيم معلا، ناس كفاءات كلهم كفاءات، لكن ترجع الكلمة ديما كما قلت للإدارة الفنية وسي المسؤول هو سي حسن ملوش، كما عاود نقول لازم يتحمل مسؤولياته، خاطر المدير الفني بالنسبة لي أنا هو الركيزة، هو الركيزة نتاع الإدارة الفنية، هو اللي ينسق ما بين الفروع الشبان، هو اللي ينسق حتى مع المنتخب، مع المدرب المنتخب الأول، يكون ثم يعني تناسق ما بيناتهم، فهمتي ولا مش مدير فني ولا مدرب، لا، يكونوا ثم علاقة ممتازة ما بيناتهم، وهذا كل باش يصير المصلحة تكون مصلحة المنتخب، مصلحة المنتخب الشبان، خاطر المنتخب الشبان سي اسلام رانا عندنا 2007 ما غير توا إطار فني، سي 2008 ناقص، 2009 عملناهم و 2010 جويلة أوت ولا نخدموا في سموشات وتعدينا على تقريبا 1500 1400 لاعب باش عملنا منتخبين تاع 2009 و 2010. طول الخدمة عندها شهر ونص ولا شهرين، ما ثم لا إطار فني تاع 2009 اللي حابين ندخلوهم بورصة درية ولا 2010، فهمتني، فراغ تامل في الإدارة الفنية، وإن شاء الله الأمور تتحسن بجايين إكس ولا جريك، لكن فو فير اتونسيون في الشواء يكونوا بيان اتيدي، راهو عندنا الكفاءات، لكن ماذا بينا الكفء اكثر ياخذ المسؤوليه، لا كتاف ولا معارف ولا علاقات. باهي مروان، انت خدمت مع رضا جدي قبل، في رايك تعتبروا عنده البروفيل نتاع مدير فني؟ بون، سي رضا نحترمه ونعرفه مليح، وخدمت معاه سيرتو مع روجي لومير وسي فوزي البنزرتي، الحقيقه اسم كبير سيرتو مع ليكيب ناسيونال، نذكره مع 2004 كوب دافريك، يمكن اليوم هذا اللي كونه
تعطيه فرصه اليوم في المنتخب خاطر على السي في اللي عامله مر مدربين كبار كما فوزي البنزرتي. صحيح ما ريناهوش كوم بريمير اونترونور مي كان ادجوان مع مدربين كبار. ممكن على سامي اللي سميتهم لي كما منظر الكبير ووسيمه معلة ممكن حتى اليوم حتى سيري ذا جدي ممكن تمنينا يكون معاه زيادة كيف كيف منظر كبير. علاش ما نراوش مدير فني زوز مدير فني تحط صعيب ما في الكوره نتاعنا نحكي لك زوز رياس تقعد قصفينا واحد يكون مساعد مساعد كيما تعمل صحيح مدير فني واحد مساعد اي تنجم تعطي فرصه للزوز مثلا نحكي لك انا بار اكزومبل مي تبقى سليم راه ما نجمش نحكم اليوم صحيح كتجربه قام بها في النجم الرياضي الساحلي والمنتخب 2004 ونتذكر وقت الكوب دافريك وكل شيء. اليوم صحيح رياضة جدي موجود في 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 المنتخب مدير فني ما يتبقى ديما انا نحن ما نحبش نسبق الاحداث ممكن بالخدمه نتاعو نتاكدوا اللي كونوا رياضة جدي نجح ولا سيدي ذا كان اسكندر القصري هو في البوست هذاك لكن تم التخلي عليه ما عرفوش علاش جاي وعلاش مشى الساعة سينو ما عرفش تعتبر تخلي عليه في محله خاصة اسكندر القصري عنده اكسبيريونس في البوست هذاك. شوف خويا ماذا بيا انا ما نحبش ندخل في هال نقدر نقول لك كلمة هات لكن نحب نوافق انا 80% مع الكلام اللي قالوا عليه. انا نمن بالبسكولة الميزان الميزان يحط هذا الشخص وهذا الشخص الخبرة الرياضية والخبرة الرياضية لعبت وهنا ما لعبتش هنا رنيت وصلت رنيت لكيب ناسيونال وهنا انت ما رنيتش بكل احترامي انا اخو الاحسن لمصلحة الكرة. فما حسابات اخرى عملها الاخ منلوج شيء اخر ما نعرفش الحسابات. انا نعرف لو تقول لي انت توا بار اكزامبل رضا جدي خويا وصاحبي بالمناسبة نحب نسلم عليه لكن لو تقول لي انت الاختيار المناسب نقول لك اخويا اما منظر كبير تحطه ولا معلة هذوما ناس رانيو في الاونيفو في تونس منظر كبير انتر ليكيب ناسيونال بكل احترامي رضا هل درب المنتخب ما دربش المنتخب هل لعب كرة؟ شو كان ادجوان تاع روجي لومير كان ادجوان انا نقول لك انا نقول لك مدرب عنده الخبره عنده الخبره عنده الخبره رضا جدي انا مانيش قاعد نطيح في كان مدرب اختار مروان 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 من فضلك يعيشك مانيش قاعد نطيح في قيمه نتاع رضا جدي اي مسير تفاهم انا نتفاهم نتفاهم معاك نعرفك انت ربي ما تقصش عليا عايش كلامي انت كي تكلمت انا ما قصيتش عليك اي ما نتفاعلوا معاك سيري انا رايي رايي بعد ما نوفى بعد ما نكمل نعطي رايك انا نعطي في رايي قال لي انت تختار انا عندي هذا صاحبي وهذا صاحبي بالعكس رضا 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 جدي صاحبي اكثر من منظر كبير اما اذا نشوف انا مصلحه الكوره وهذا رايي المتواضع قد يكون انا غلط لكن شقول انا علاش قلت لك فما ميزان علاش يقول لك واحد اعطيني السي في لكن اعطيك السي في نتاعي انا احسن من علي الكعبي بعدش تختار علي الكعبي عليا عليه اقنعني عليه السي في نتاعو هز بطوله في النجم الرياضي الساحلي هز كوب دافريك في المنتخب مشى للجزائر في قسنطينه مع لوجي لومير مع تدرب اي انا نكون مساعد مع مدرب كبير خويا انا نكون مساعد مع مدرب كبير ونتعلم منه هذه حاجه حاجه باهيه ياسر الكارير صحيح كلامك كلامك صحيح لكن هل انا سالتك سؤال تو درب لك المنتخب جاوبني ايه ولا قلت لك مش اي سموح له درب المنتخب ويقول ايه تسمى ولد المنتخب رضا جدي كتوفي هو ولد بيان سور ماهيش مساله مسؤوليه زاده ابن المنتخب رضا جدي ما يسالش تو هذا 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 واحد يحكي معاه على الرياضه هذا السيد هذا تو انا نقول لك ايكيب ناسيونال تراني ايكيب ناسيونال وادجوان كيف 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 شنو المشكل زاده كيف كيف شنو المشكل ابن المنتخب رضا جدي يا اخي كيف شكون خلك يا اخي روجيلو ميركي اسكوب دافريك رضا جدي زاده معاه عنده ايه نحكي لك حتى يا ولدي ما حتى نبيل معلول كان ادجوان اي عارفين اي نعرفين ما هو ابن لكن نبيل معلول هو خلص رضا تاج تسلسل كما قال له كان ادجوان بعدك ما خذاش فرصه كمدرب اول بار اكزامبل رينا في القروير رينا في القروير رينا في السعوديه رينا 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 نحكي لك السعوديه حتى هو ما شككش في قدراته يا ولدي نعرف في بالي انا معك في بالي انا معك زدت تعطي فيا في نصايح على ما كنت تقول لي انت تقول لي كابن المنتخب قلت لك كان ادجوان معناتها في المنتخب شنو المشكل ادجوان باهي سامح سامح اركح شويه ريف هل هو مدرب تاع ليكيب ناسيونال كيما لجوان في العالم الكل مالا مش كيف كيف
كيف كيف؟ لا لا. كتاب على السي في نتاعك انت مدرب منتخب وانت تبع السي في نتاعك مساعد مدرب. تعرف كان تعرف السي في تاع رضا الجدي انت كان يعرف السي في تاع رضا الجدي. يا سلام خليك كمل. يا سلام من فضلك خلينا نكمل يا عيني. راني مانيش قاعد نطيح في قيمه رضا الجدي. راهو رضا الجدي صاحبي وخويا اكثر من منظر كبير. نعطيك في مثال انا وسيد اسلام قال ليش تختار مش انا مش نحط كبير ولا انا مش نحي رضا الجدي. اعطى رايه. اعطيت رايي انا هنا نعطي رايي. قد يكون يا سادة مستمعين يا مشاهدين راني قد نكون انا غلط لكن انا هذا رايي. برا فضل انت توا عينه واضح سي اسلام بربي انت بس معناش شيء من سؤال برك قبل ما نعطي خويا زلفاني جبت على سي اسكندر. اسكندر انا خدمت معاه برسك شهرين وشويه والله من الكفاءات الكبيره وحاجه لازم نقولها في الشخص هذا هو يبدا برمي جوي جاء من نهار 18 جوان وهو يخدم كالندري عملها هو اسكندر القصري من عمل كالندري نتاع الشامبيونات لي جروند ليني كل عملها ومعلقها في البيرو عمل الكالندري نتاع لي جون كنت انا موجود معاه وسيل هادي باجي المساعد نتاعو فهمنا خدم خدمه من طراز رفيع 2009 و 2010 البرنامج موجود من قبل من اللي كان سي حسن ملوش مشى سي حسن كمل هو ومع سي محمد علي الحمامي الحمامي وعملنا 2009 2010 بصراحه تظلم الرجل بكيفيه ما تصورهاش في بالك وما خلصش يا واضح. شهرين ما خلصش واضح يا من عنده بروفيل اذا جدي اذا بسرعه انا نحب كلمه واحده راه فما حاجات زاد ديزاكوتيش معناتها ديزاكوتي قد يكون الكلمه الاولى والاخيره تكون عندي بالحسن ملوش قد يكون نتفاهم انا اكثر انا كبالحسن مل نتفاهم مع رضا جدي اكثر ما نتفاهم مع منظر الكبير سيت ان شوا واضح مش معناتها راهو رضا جدي شخد معاه سي حسن ملوش ما هو حطه يتحمل المسؤوليه هو يقول لك انا سي حسن ملوش هو في مهمه خاصه باش توصل في جانبي انا حاجه بركي قلت لك يلزم سي حسن ملوش يتحمل المسؤوليه كامله هذا هو باه يا من عنده بروفيل رضا جدي باش يكون مدير فني في الجامعه انا بالنسبه لي انا تعودنا في السنين اللي فاتت تعطي انسان يكون عنده خبره كبيره بون حتى في السن يكون متقدم شويه درب المنتخب كما قالت هذا شويه شوف في المنتخب التونسي حاجه بربي سامحوني قصيت عليه مرتين فكرت حاجه تلوم علي بعد تلوم علي انا علي الكعبي قال تحليل وما تحليل راه فما ناس قاعده تحلل وقاعده على الكراسي ويعطيو في دروس وهو عمره ما حد زفره في فمه ولا درب راه الكلام سهل وانت قاعد على الكرسي الميدان يا حميدان باهي خلي يكمل الميدان يا حميدان نقصونا من عطينا الدروس تعطيهم في دروس انهم قاعدين على الكراسي تراني من حق كل حد يعطي رايه زاد تفضل يا حميدان حاول انت يعطي رايك زاد دوت عليا تو انا شوف بالنسبه نرفزك تاجر الاداره الفنيه الاداره الفنيه في المنتخب في الفيدراسيون تونيزيان دو فوتبول عملت كل شيء الا الفورماسيون نتاع ديريكتور تكنيك معناتها شوف لي زونترونور بريباراتور فيزيك اناليست عملوا كل شيء الا الفورماسيون فهمتني والبيبان مسكرين مثلا على لي زونترونور ولا على الواحد باش يدخلوا دي انستركتور معناتها كانت فما ان لوبينغ انا بالنسبه ليا مع رضا الجدي معناتها معاه خاطر رضا الجدي ماهوش تابع حتى لوبينغ كأنترنور انا انترنور من 2009 ماخذ الكاف بي عديت الكاف عديتها 2022 بتي قالت لي انا مدرب صغير اللي انا راني ندرب في شباب القبائل الجزائري 13 ماتش قاعد على التريبيون وما نجمش نقعد على البنك خاطر ما عنديش كاف بي هو لهنا سامحني باش نقول لك تو انت خذيت 2015 الكاف بي 2009 2009 بعد عامين عندك الحق تعاود بعد عامين طلبت عملت مطلب عملت كل شيء ما زلت صغير لا زلت صغير مانيش معروف كور صغير شويه في العمر ولا صغير في صغير في العمر عملت سي في كبيره رانيت انت بربي سامحني خلي النقطه هذه تريز امبورتو باش ما نظلموش مش كان انا برك راهو مش كان انا برك برشا مجموعه نتاع مدربين كبيره ياسر قلت لي 2009 عندك البي قدمت مطلب الا وما تعديتش رانيت فك العامين اللي بعد 2009 انا من 2004 وانا راني كيفاش ما تعديش ما تعديش صغير شكون وقتها مدير الفني سي شكون خلال سامي معناتها كثيره معناتها اللي تعداوا قبل هذوك من كل مشير نقول مازلت صغير يطبطب عليه وبعد ما يخرج من الديريكسيون بعد ما يخرج من الديريكسيون تكنيكي قابلني عسيلو بالبوس والتحميل فماشي جماعيه برسم
انا حاجه اللي لاحظتها في الديريكسيون والقران والرحمن. انا خدمت برسك قريب 3 سنين وشويه اللي لاحظتها الحقيقه هو ما يحبوش لي زونسيان جوار. ليه لا ما يحبوش حتى شيء يحبوا كامل. خليني باغي نكمل لك انا في ريتاج جديد بلا يحبوا كونسي تكنيك بار اكزومبل كونسي تكنيك جبر كيما تاج عمره 30 سنه ما جاب راجل شيء مطيح. واضح باهي خليني نكمل ريتاج جديد معناتها اكاديميك بروف يونيفرسيتير يخالي فيه معناتها متخرج من المعهد الاعلى للرياضه وقرر معناتها كبروف يونيفرسيتير. البوست هذا محتاج اللي انسان معناتها اكسبيرونس تاع بيروتيزم تاع معناتها اورغانيزاسيون ينظم لك خاطر نحن ستان شونتيي في تونس في الديريكسيون تكنيك مش نتاع او كما قلنا قبليك والله يلعبون 4-4-2 4-3-3 لا نتاع اورغانيزاسيون نتاع تخطيط. الانسان هذا معناتها ان ميتريز بيان لي زوتي انفورماتيك خدم اناليست في ليكيب ناسيونال مع رجي لومير معناتها خدم من الاوائل اللي دخلوا الاناليز في 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 الفوتبول التونيزيان. الى في سي بروف معناتها كوم انترونور معناتها وتعدى بمراحل كبيره. الحاجه الاخرى اللي هو مش ينظم لك كل شيء ومن المنبر هذا بربي سي رضا كان شديت معناتها في ديريكسيون تكنيك خلي طبيعتك هي بيده ما تبدلش من طبيعتك. واش معناها النقطة الأخيرة فيها نقاط استفهام اللي يدخل البوست هذا نتاع ديريكسيون تكنيك راه يتبدل يتحول معناتها يولي إنسان واحد آخر معناتها يولي معناتها ما عادش حقاني يولي تابع جماعة فهمت أنا في ديريكسيون تكنيك فما قلت لك فما اللوبي فما اللوبي وحدهم ما تبدلتش شوية ما تبدلتش ولا ما تبدلتش اليوم نفسها لا شوف فما 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 مش أنا برك سي علي لا سي علي لا سي علي سي علي خلينا نقول سي محمد علي من أفضل الكفاءات الموجوده في تونس. ليه هي نحكي لك انا ما قلت لك محمد عنده القرار محمد علي ما عندوش قرار صحيح نحكي لك علاش عنده القرار راه فما برشا صغير ما كانش لا سي صغير كان هو اكثر واحد معناتها بالنسبه لينا عمل بارير كبيره وعمل برشا حاجات شنو بربي سي علي تعرف لا انت قريب لغاديك وتعرف يعني نقولوا الاشياء انتم تربيتونا على نسميو الاشياء فهمتني المشكله في ديريكسيون تكنيك بوكو دونترونور تصور انت معناتها ديزونترونور انا باش نمشي مثلا نعمل انا خرجتني الاوبورتونيتي مثلا مش انا بركه انا مجموعه من المدربين فما هذول اللي غير ما نسمي الاسامي باش ما نحرجهمش مشينا باش البرو ما نجمش نعديوها في تونس خاطر ليست تحطت معناتها في ليست تحطت به مشينا مش نعدي في الاردن تذكر شنو صار فيها الليسته والمحابيات اللي صاروا تكلم فلان صاروا اسامي بالمحابيات ما صارتش لا انا كنت موجود في الكوميسيون سامحني سي علي ما فماش اسماء تحطت وتفسخت دقيقة واحدة فماش اسماء تحطت وتفسخت انا عندي معلومة اللي فما اسماء تحطت وتفسخت شكون متفسخة والله فما عند اسماء والله نقول لك والله الكل نعرف شنو صار مع محمد المكشر مثلا محمد المكشر ما تحطش علاه علاش ما تحطش محمد المكشر باش نقول لك هو فوق 62 سنة ثم ثلاثة من الناس تحط فوزي بن زرتي فوزي بن زرتي خاطر ذاليش كان واحد ما يستحقش اكثر من فوزي بن زرتي حطوا انترنور وحطوا جور انترناسيونال اللي هو خالد بن يحيى نعطيك صحيح يعني. قعدت بلاصه وحيده مو ثلاثه ولا قعدت وحيده باش نقول لك ثلاثه ولا سامي اللي هو شو اسمه مكشر لا 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 خاتي فريد بالقاسم اسكندر وش اسمه نعرف شكون الثالث والله اختاروا فريد بالقاسم ما غير ما نسميه سام باش ما نجحوش لكن الناس الكل تعرف اللي فما محابات في الوقت هذاك مش الناس الكل تتعدى يا سلام ربي جوست 10 سكوند بركه فهمني قلت لك مشينا باش نقدموا معناتها في الاتحاد الاردني باش نقدم ما يعطيكش الورقه اللي انت باش تمشي تعدي في الاردن ورقه معناتها انت يقول لك معناتها والله احسن مالوش يعاون برشا سامحني هنا والله احسن مالوش بكل صدق يجيو برشا ناس خديقه كي شد البريود هذايا يجيو باش يحبوا يعديوا في الكويت في الوحده توا نحكي لك ايه اما عنده توا غزل اللي ملي كان صغير زويته والجماعه الاخرين والله ما يعطيه لك الورقه كان قدموا الموضوع على التالي اللي يخص محمد علي بن رمضان سمعنا امير توفيق المدير التنفيذي للفريق الاهلي المصري كان عاود حل خلينا نسالك انت عاود حل موضوع محمد علي بن رمضان والاهلي
المصري يكشف في الأسباب الحقيقية متاع عدم انتقال محمد علي برمضان للأهلي. يقول أنه اللاعب كان راغب أنه يجي للأهلي على عكس ما تردد، وعلى عكس حتى ما قاله لي الوالد متاعه، وأنا قال لي يحب يبقى في أوروبا. فقط الطلبات المالية الكبيرة للفريق متاعه في فيرنس فاروش هي لما خلتوش يجي للأهلي. يقول الفريق هذا كان يطلب 3 مليون دولار كاش بلاش حتى تقسيط، الأهلي عرض 1.8 مليون دولار ومع التقسيط. هذا نقطة الخلاف كانت بين الأهلي والمحمد علي برمضان، رغم اللي اللاعب وكلاء وضغطوا على الفريق الأوروبي حاب يجي للأهلي. هذا مسلسل ولا جيني أنا بعد نعطيك التفاصيل متاع فما حاجة نقولك عليها. من حق فيرنس فاروش النادي متاع محمد علي برمضان يطلب المبلغ اللي هو حاجته به، هذا من حقه. ومن حق محمد علي برمضان إذا المبلغ اللي عطته له لالي بالاتفاق مع النادي متاعه من حقه باش ينتقل للالي، فما حتى مشكلة. هنا الحاجة الباهية الحمد لله، حتى لو مثلا صارت مشاكل أما نونتوندو من حبش يكون مشاكل بين فرانك فاروش والنادي الأهلي، على الأقل الترجي الرياضي بعيدة من هذا الموضوع، لأن فما دعايات صارت وأنه الترجي الرياضي هو اللي قاعد يعرقل في مش صحيح. هنا فما نادي اسمه فيرنس فاروس المجري محمد علي برمضان يلعب في هذا النادي، من حق النادي متاعه يطلب المبلغ اللي هو يحب عليه. شفتوا؟ خليني ناخذ رايك يا من قلت لي عندك صحيح، ولو انه يجيني تعليق او راسي عليه حتى على الموضوع اللي حليناه قبلك. يقول لي هل من عادي عمار السوايح ما يكونش موجود في الليستا متاع الكاف برو؟ مش عادي. دونك فما ظلم فما محابات. لا بليك قلت لي مفهمش والله يا مشكور، حتى اللي بعث لي التعليق فكرني في اسم عمار السوايح والناس الكل نعرفوا علاش من موقفه من القضيه نتاع هدايا الشابه ورئيس الجامعه. قول لي خويا سلام، شوف جيو دوسيات تحد دوسيات انت ولا دوسي عمار ما تخلناش اللجنه ابدا. واضح دونك نفهم اللي فهموا حبيت واللجنه ما تسالش تقول لك شبيه عمار السوايح مش موجود اللجنه. خويا جيك الدوسيات تاخذ الناس اللي موجوده. واضح، خلينا نكمل يعني على موضوع محمد علي. شوف بالنسبه للمسلسل نتاع محمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان معناتها المعلومات اللي في بالي بها معناتها من اول ما من اول اخر وفات السيزون نادي الاهلي حب يتعاقد مع محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان ملك النادي المجري، النادي المجري قال له ما نجمش نتفاوض مع محمد علي بن رمضان توا الا بعد الشامبيونز ليغ، كاليفيكاسيون تاع الشامبيونز ليغ. صارت الكاليفيكاسيون تاع الشامبيونز ليغ ما ترشحتش، ترشحت الاوروبا ليغ، عطاو مبلغ اللي قلت عليه 1.4 مليون دولار، مليون دولار. النادي المجري طالب 10 مليون دولار في محمد علي بن رمضان من الاخر، ما انت فهمتني، دخل النادي الاخدود السعودي حسب امير توفيق. خلينا امير توفيق كله كلام اسمعني، فما خاطر فما واحد في النص اللي هو خاطر هو عنده وكيل اللي هو عزيز بن عيسى الوكيل نتاع محمد علي بن رمضان، وهو ما تم الوكيل نتاعو. بالنسبه للاخوان في مصر وكل البوليميك يصير كل ما فماش منها حتى شيء. محمد علي بن رمضان عنده الرغبه باش يمشي الاهلي لكن ماهوش من على ملك روحه، ليكيب فارضه كيما كانت العيدوني كي تباع البرلين تباع برشا فلوس. الكيب هذه تجيب جوارات معناتها كيما نقولوا فيهم تخلصهم شويه اما تبيعهم برشا فلوس. 10 مليون دولار حتى الواحد الخدود السعودي كيف 10 مليون دولار 10 مليون يورو مليون يورو قد يجي في تونس 35 مليار. اي العيدوني بتلعب 15 حسب امير توفيق كلام ويقول 3 مليون دولار مع 10 لا مليون. لا مش منها الحكايه والله ما فهمش منها الحكايه، فمش منها الحكايه. الحكايه انه الفريق نتاعو طالب الفلوس هذيا ومراسلات صارت ومذكرش وقتها سيي ومشي جي ومشي يمشي وفي في 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 مصر وقعد. ما فهمش منها الحكايه. محمد علي يترن قال لهم تصرفوا مع بعضكم، انا عندي الرغبه باش نمشي للاهلي مي انا على ذمه النادي الاهلي. بوليميكا اللي صارت بوليميكا كيكا سامحني بربي سامحني دي سكوند برك. والبوليميك راهي صار كلها راشني كيما قال سي رضا اللي يحبوا يدخلوا الترجي في الحكايه اللي هي الاهلي صحيح ما فماش منها راهو هذا كله. علاش دخلوا لوسبيرونس في الموضوع صحيح فوالا يا اخي جوار حر لوسبيرونس الاهلي باش يلعب فيها بالرمضان ما لعبش بالرمضان ما عادش تبع الترجي رضا التونسي هو الترجي ضغط ما هو تاعهم في البيج ما هو تاعهم في البيج المسار الاهلي فيها بالرمضان ما فيهاش بالرمضان. لوسبيرونس ديما فوق الشبهات ما عندها حتى دخل في الموضوع. لا مش الهيئه نحكيو على الجمهور ضغط ما يحبش لاعبه
يلعب في الغريم الازلي في افريقيا. هذا تو نحن في عهد الاحتراف خويا اسلام. اي متفاهمين اما الجمهور مع الجمهور في مخه مش ما عندوش احتراف. فوق الشبهات وما اثرتش عليه. بوه اثر عليه ما اثرتش عليه هذيك عائليا ما بيناتهم. صحيح. لكن نحب نقول الترجي اكبر من اي ملاعبي باش يمشي الاهلي ولا يمشي البايرن ميونخ. ربي ينجحوا وربي يوفقوا. ولدنا ذاك نتاع منتخب نفرحوا بيك يجي لتونس ويلعب المنتخب ويعطينا البلوس. اما الترجي لا وقفت على طارق ولا تميم ولا باش تقف على بر رمضان. لا لا ما هما اسمعني راهم يحبوا يدخلونا في الحكايه التذيه راهم هما ديجا معناتها جماعه الاهلي المصري معناتها الميديا والبوبليك كل شيء خاطر عارفين الترجي الراضي التونسي تو رجع بقوه. مش نقول لك معناتها لا فيريتي راهو فهمت ولا الترجي ولا يخوف دونك بدات الخدمه من تو. كوب دي موند وبرشا كان معك ناخذ تعليق. ليه كملاعب انا كنحكم عليه الحقيقه ملاعب اعطى للكره في تونس سيرتو فريق نتاعو الترجي تعدى بريود 5 سنين في الترجي جات بريود الحقيقه بالرمضان من احسن لاعبيه في البطوله التونسيه سي لو مومون باش يبدل الوجه. لازم تقول لي اليوم الجمهور راهو ما عنده حتى دخل اليوم في فريق عطاق. حتى انت كجمهور لازم تخمم في مستقبل الملاعب كولدك اليوم يحب يطلع نيفو اخر حاب يشوف جمعيه كيما نقولوا حاب يمشي لوروب كيما قال لك يامن صحيح كيما نقولوا حسبه كيما نقولوا باش من الفريق هذا باش يتحول لفريق اخر في اوروبا كيما نقولوا شامبيون تاع فرنسا المانيا حاجه هكاك ما مشيتش ممكن كيما قال لك الخيان فما نجم تمشي مازال لاعب كي نسمع انا دي زوفر تاع الاهلي المصري. الاهلي المصري خويا راك شفت الكارير اللي عملها علي مارور كارير ككره كتيتروات كفلوس نجحت تونس انا شغل هذيك بجبان علي معلول عليه معناتها الحقيقه كان الراي معناتها علي معناتها اي بيان سور معناتها ممكن بن رمضان كي ما مشيتش الحقيقه الوجه نتاعو فريق اوروبي اخر انا الراي احسن شويه عملها في الاهلي خاطر الاهلي نعرفوا فريق كبير وحتى في الفلوس يعطي خلص اكثر من لاعبي وفي 25 كون معناتها محمد علي بن رمضان سي لو مومون اليوم باش يعمل كارير باهي وفلوس باهيين معناتها يخدم في روحه. نشوف فاصل الموسيقى بعد نكملوا اخر جزء من الحصه نتاعنا اليوم.